اللي بيحب النادي الاهلي، اللي بيخاف على بلده، بيخاف على ناديه، وبيخاف على ادارته، وبيخاف على اعضائه، وده اللي احنا متعودينه دايما من جمهور النادي. احنا زي ما انت شايفين النهارده الجمهور حاجه شرفتنا كلنا بصراحه ربنا. والنهارده يمكن كان عندنا مستشفى 57 57، كان عندنا مجموعه من القدرات الخاصه كانت موجوده بتشجع، دي كانت لفته جميله جدا جدا اللي هي كانت موجوده في وسطينا. كان في موجود اسر واعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي، كان في موجود اطفال، كان في موجود جماهيرنا العظيمه اللي كانت اللي احنا شفناها كلنا. فعشان كده دايما لازم نبرز الاجابات بتاعتنا، بقول لهم احنا مستنيينكم على طول، مستنيينكم بشكل اللي احنا بنشوفه ده منكم، وده اللي احنا متعودين عليه منكم. دايما خليكم قدامنا وخليكم مع النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، لان احنا محتاجينهم معانا. انت اللعيب نمره واحد اللي دايما بنكسب، ودايما بانتصاراتنا راجعه لجماهيرنا. فربنا يكرم باذن الله ان شاء الله، يعني السوبر الافريقي يبقى كره اليد يبقى اهلاوي، وكره افريقيا تبقى اهلاويه ان شاء الله. وفي الناتج احنا طبعا كلنا بندعي وبنقول يا رب كره افريقيا كره القدم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله سياده العميد، يعني يمكن حضرتك على راس الجهاز التنفيذي بالنادي، وطبعا يعني بتتحمل عبء كبير. يمكن يوم الاثنين اللي جاي فيه حفل كبير بنظمه النادي الاهلي، وايضا بطوله افريقيا بعديها، يعني عندك حجم مسؤوليات كبيره، كلمنا عنهم يا سياده العميد. الحمد لله والله ربنا يسلم، يعني ان شاء الله باذن الله. اولا انا بشكر فريق العمل، يمكن انا بشرف ان انا اكون يعني وسطيهم وبشتغل معاهم، اخوات بصراحه، ناس على قدر المسؤوليه. اللي بشكر اولا برضو عشان ما انساش اللجنه المنظمه اللي شال على عاتقها البطولات الافريقيه، او مجموعه بطولات افريقيا للنادي الاهلي بينظمها في الوقت دوت. الاستاذ محمد الجرح عضو مجلس اداره، والاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره، وكابتن رفعت القادر مدير البطوله، واللجنه اللي فيها مجموعه من الشباب. انا عايز اقول لك يا كابتن هيثم، حضرتك طبعا انت متابع، في مجموعه من شباب النادي الاهلي اللي كانت مشاركه معانا دايما من اول يوم في انتخاباتنا لغايه النهارده. اولاد النادي الاهلي مشاركين معانا في التنظيم بشكل يفرح جدا، انا بشكرهم طبعا عشان خاطر بس ادي الحق كل ذي حق حقه. الجزء الثاني والاهم بقى الاداره التنفيذيه اللي معانا اللي بتشتغل 24 ساعه دي، انا عايز اوجه لها كل الشكر طبعا. احنا يوم الاثنين الجاي يمكن بعد فتره من 2009 ما كانش حفلات شم النسيم بتقام بالشكل ده، اتمنى بقى ربنا سبحانه وتعالى يوم يعدي على خير باذن الله بشكل كويس. عندنا حفله اساسيه باذن الله هتبقى في مدينه نصر. النهارده كان في اجتماع التجهيزي للموضوع الحفله ده، كان في حاضر فيه سياده اللواء حسن مسعود مدير مدينه نصر، وسياده اللواء الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، والاستاذ خالد مرسي مدير مقر الجزيره، وكان اللجنه العليا طبعا بيمثلها الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان الخدميه، وكان معانا رئيس اللجنه الثقافيه ومجموعه من اللجنه الثقافيه. طبعا دول تعبوا جدا جدا، بقالهم اكتر من شهر عشان بنعد الحفله دي. ان شاء الله الحفله الرئيسيه بتاعتنا هتبقى يوم الاثنين شم النسيم باذن الله في مدينه نصر على حمام السباحه، فيها مجموعه من المطربين اللي ذو قيمه للنادي الاهلي بيحبهم جدا، يمكن الجماهير بتحبه طبعا، على راسهم الاستاذ مدحت صالح، الفنانه بوسي. في مجموعه من الفقرات هتعمل بشكل كويس، يمكن احنا برضو عشان حاجه كويس انت بتكلمنا، احنا ننزل دلوقتي على الموقع الرسمي كويس جدا القصر الاهلي معانا، التذاكر هتتباع للحفله بكره ان شاء الله بعد صلاه الضوء، بعد صلاه الجمعه ان شاء الله في الثلاث منافذ عشان الحفله الرئيسيه في مدينه نصر. وهيبقى فيه برضو ان شاء الله حفله في اهل الجزيره ان شاء الله باذن الله لاعضاء الجمعيه العموميه، وحفله في الشيخ زايد. فانا عايز اقول لك اللي هو ان شاء الله باذن الله يوم يعدي على خير، وانا طبعا متوقعين على الله سبحانه وتعالى والمجموعه اللي بتشتغل وفريق العمل اللي بيشتغل، لان الفريق بيشتغل بروح السنه الحمراء، فانا متاكد ان شاء الله اللي هو هينول رضا الجمعيه العموميه، عشان يبقى احنا شغالين طبقا البرنامج اللي كتبه الكابتن الخطيب على المستوى السعيد الرياضي الحمد لله في انتصارات، على المستوى الاجتماعي الحمد لله رب العالمين، بنقدم الخدمه اللي بنقدر نقدمها للجمعيه العموميه، بحيث هو ده النادي الاهلي اللي احنا عايزينه، والنادي الاهلي اللي انا عضو فيه قبل ما ابقى مديره، والفريق اللي شغال يمكن كلهم اعضاء قبل ما ادونيه، فكلهم بيشتغلوا من قلبهم وبروح الفنانه الحمراء. ونتمنى ان انتوا تبقوا معانا باذن الله طبعا، احنا واخدين وعد لقاءات الاهلي هتبقى موجوده، ان الواخده حق نقل الاحتفاليه حصريا، وباذن الله هنغطيها بالشاشات العملاقه اللي احنا ركبناها في نادي الاهلي اللي فرع الجزيره، هننقل حفله مدينه نصر على الشاشات الموجوده، وهننقل الحفله بتاعت الشيخ زايد على الشاشه الموجوده. يمكن اهل الجزيره واعضاء جمعيه يوميه هيبقى لهم النصيب الاكبر، هيشوفوا الحفلتين بالاضافه لحفلتهم على الشاشه اللي موجوده باذن الله، وربنا يكرم يعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله سياده العميد، انا كمان يعني حضرتك عشان تبقى المعلومه كامله قدام الجماهير، ويمكن احنا بنتشرف يعني ناخد الاخبار دي من حضرتك حصري، فيعني نستاذن من حضرتك، هي سعر التذكره هتبقى كام حتى عشان اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيشوفونا؟ احنا عاملين سعرين، السعر الاساسي 100 جنيه اللي هو داخل حمام السباحه من الداخل، 75 جنيه لمدرجات حمام السباحه على مدينه نصر، وبس انا بعتذر وعذرا طبعا لان ساعه الحمام معينه، فهو التذاكر والحفله للاعضاء الجمعيه العموميه فقط، عشان خاطر ده يوم اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي،
واتمنى ان هم يكونوا يستمتعوا معانا باذن الله، يبقى احنا كده ما بنقصرش في حق بقى جماهير عموميه وما بنقصرش في حق جماهيرنا اللي احنا بنكسب لهم بطولات ان شاء الله. طب سياده العميد، انا هنا ضيوفي بيباركوا لحضرتك كابتن فؤاد عبد السلام والكابتن محمد شعراوي والكابتن ماجد مصطفى، بيقدموا لحضرتك طبعا خالص المباركه بالفوز النهارده، وكابتن فؤاد كان عايز يوجه لحضرتك بنفسه يعني المباركه. اتفضل يا كابتن فؤاد. الف مبروك يا سياده العميد. انت طبعا اسره كره الطايره، وانا بهنيك زي ما عاملين بكره حفله في الجزيره وحفله في مدينه نصر. انا احب برضو كان للساده المشاهدين ان نفس التنظيم الرائع اللي ظهر على شاشه قناه الاهلي في صاله الامير عبد الله الفيصل، ايضا في صاله الشهداء كان بنفس القدر ونفس الجمال اللي هو موجود، اللي استضاف 24 فريق افريقي بيلعبوا في النادي الاهلي. فهو بس عندنا التنوع وعندنا حسن التنظيم، يمكن في بعض المباريات طلعت على الشاشه، لكن النادي الاهلي غني باولاده، غني بوجود الجهاز التنفيذي وانت على راسه وكل الاجهزه التنفيذيه اللي مع حضرتك. ربنا يخلي حياتك والله. فانت عارف يعني انت بالنسبه لنا ايه، انت قبل اي حاجه يعني اب، وانت اللي مربينا ومربي الاسره كلها، فربنا يديك الصحه. يمكن سيادتك هتبقى مجروحه، ولكن انت حبك في قلبنا وانت عارف دايما. انا عارف والله، وعارف قد ايه انتمائك لكره الطايره يعني. طبعا ده من اسره كره الطايره من ايام المرحوم عاطف رزق طبعا مدير عام النادي السابق. ده للساده المشاهدين، ودوت جوز بنته الكبيره، وفي نفس الوقت عنده ولد وبنت لعيبه في منتخبات مصر وفي النادي الاهلي، فهو من كره الطائره من قديم الازل، بجانب ان هو ايضا المدير التنفيذي للنادي الاهلي. ربنا كل الشكر والتقدير لحضرتك يعني. الله يخلي حياتك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. وعايز برضه كابتن هيثم اقول لحضرتك برضه البطوله طبعا المهمه برضه جدا، وده دور النادي الاهلي في المجتمع، بطوله الكره الدبلوماسيه، بطوله الاهلي الدبلوماسيه اللي هتنظم ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله. وجود 24 سفاره دوله اجنبيه وعربيه في مصر، دي كان برضو حدث. انا شايف برضو ما شاء الله كانت الاهلي غطته بشكل جيد، فربنا يكرم. احنا بنشتغل في كل الاتجاهات، وربنا الحافظ ان شاء الله باذن الله ويستر علينا ان شاء الله. سياده العميد طبعا محمد مرجان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا الحقيقه، مجهود مشرف من جهاز يعني تنفيذي النادي الاهلي بالكامل، يعني الجهاز يعني بيبذل قصارى جهده طبعا لتلبيه يعني رغبات جماهير النادي الاهلي العريضه بملايين، وايضا اعضاء الجمعيه العموميه. يمكن كنا حريصين ان احنا نعرف من سيادة العميد على أحدث تطورات وأحدث تجهيزات كمان، مش بس تطورات داخل النادي الأهلي.